نقرأ هذا العاجل الذي يردنا مباشرة ويعرض من على شاشة التغيير. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، طرح مبادرة لفرض عقوبات على إيران بدلا من الرد العسكري. وهذا ما أوردناه في بداية حصادنا على لسان وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين، عندما قالت بأن الولايات المتحدة ربما تذهب إلى فرض عقوبات اقتصادية أوسع كما جرت العادة خلال السنوات الماضية على إيران. هل هذا يشفي غليل إسرائيل برأيك إذا ما ذهبت الولايات المتحدة والغرب عموما بفرض عقوبات اقتصادية أكبر على إيران أم لا؟ اليوم إسرائيل في عملياتها الانتقامية في غزة والتدمير الذي أحدثته والإجرام الذي قامت به، يعني وصلت إلى مكان لم يعد أحد يوافق أن تتابع بنفس الطريقة وتدخل رفح أو تنهي عملياتها. حتى اليوم لم تحقق عودة مخطوفيها ولم تحقق أي عمل إلا التدمير، وهي لن تستطيع الدخول إلى رفح. لذلك ممكن أن تعود ذلك في عملية تجاه طهران، أو ممكن عملية باتجاه المحور الذي ترعاه طهران. يعني أنا برأيي لن تسكت إسرائيل، ممكن العقوبات والرأي العام العالمي واليوم القوى الداعمة لإسرائيل أحيت عادت شوي وضع إسرائيل عالميا، يعني معنوياتها شوي، لأنه كانت يعني معنوياتها كثير عاطلة. اليوم ممكن أن تكتفي بعمل دبلوماسي، ولكن أعتقد أن سوف توجه جزء من عملية عسكرية باتجاه المحور، سواء من الجولان وهي قد أزالت الألغام من ناحيتها التي كانت نصبتها في مقابل الجبهة السورية في الجولان. هذا مؤشر أنها ممكن أن تستفرد بالجولان وتدخل إلى الجولان، وهناك يوجد بعض مخازن الصواريخ للقوى الحليفة لإيران في سوريا. وكذلك بالأمس قامت بعملية في الجنوب اللبناني، دخل فرقة من لواء جولاني إلى الأراضي اللبنانية.